الأغنية الثانية بالبرنامج هي أغنية باللغة الأرمنية، وهون بدي أسأل غسان الرحباني. دايما كنت تختار أغنية أرمنية ضمن الأغاني، لحتى إذا في ناس بتحب تشترك عن هيدي الفئة، وفعلا اشتركوا وفاز معنا جان كوزيان المشتركة اللي رح نشوفه ونسمعه بعد شوي. هل هيدا الشيء لحتى تتوجه من خلال الأغنية الأرمنية للجمهور الأرمني، أو لأنه الأغنية الأرمنية لها خصوصية معينة؟ لأنه الأغنية الأرمنية هي أغنية لبنانية، يعني ما لازم كل ما نقول أرمنية نحس إنه عم نعمل شيء مش لبناني، لأنه بحب ذكر، مجبور أحكي شيء تاريخ، يعني بحب ذكر إنه الأرمن، يعني إذا بنحكي سياسة، حزب التشناك مثلا تأيد بلبنان رسميا، سجل بمشارف القرون القرن ال 1900 وقبل الحرب العالمية بشيء 10 سنين سجل بلبنان، يعني القرن العشرين بيقولوا له، نحن 21 صرنا نيالنا، بقى نحن بالقرن العشرين بأوله سجل مثلا حزب التشناك والكاثوليك الأرمن اللي اجوا عملوا دير بزمار اجوا بال 1800 وشي، فهودي لبنانية أكثر من غير لبنانية. هلا بيدعوا إنه لبنانية، من هالمنطلق لازم ما يكون عندنا عقدة بقى إنه أرمني أو لبناني، خلصنا. على كل حال ما بعمل هذا الشيء كرمال الانتخابات، لأنه بيقولوا لي عم تغني كرمال الانتخابات، الانتخابات كتير بعيدة، أنا الأرمن بالنسبة لي أكبر من الانتخابات، الأرمن بالنسبة لي قسم مني، وقلتها هيدي أنا كذا مرة، والأرمن بالنسبة لي عشت فيهم، عشت معهم، عشت بيناتهم، عشت فيهم وعشوا فيي، أنا هيك عايش، هلا نحن قسم من اللبنانية عايشين هيك مع الأرمن، هلا غير مطارح ما بعرف. أنا غسان سألتك لأنه عادة بهيك نوع من البرامج ما بنشوف أغاني أرمنية، بس كرمال هيك تحية كبيرة كتير للشعب اللبناني والأرمن اللبناني. ببرنامج بعد تشوفوا قصص كتير ما شفتوها. ما عندي شك. خلينا نسمع أغنية جانس لأرمنتشيك من المشترك جان كوزيان. Sim, sim, corro mais dentes quero. Quero esse coja vida, tu interesse não viram. A gente tá nesse ensino, corro mais dentes quero. Quero esse coja vida, tu interesse não viram. Jess, quero ver que eu toque, por um lixo que é siri. Tu interesse mais. Check it.